على مساحة 10452 كيلومتر مربع يمتد لبنان، دولة صغيرة من حيث المساحة صحيح، لكنها كبيرة من حيث الحركة السياحية وحركة الوافدين إليها والمغادرين منها عبر مطار بيروت. مطار يتكبد ابن عكار 4 ساعات للوصول إليه، وثلاث ساعات لابن مارون الرأس، وثلاث ساعات لابن دير الأحمر. هذا إن لم نأتي على ذكر زحمة السير ومشاكل الطرقات، علما أن منطقة الشمال فيها مطار كان يستخدم في السابق هو مطار حمات، ومنطقة البقاع فيها مطار هو مطار رياق، فضلا عن وجود مطار آخر في الإليعات. فلماذا لا يتم تأهيل أحد هذه المطارات لتزدهر الحركة وتنمو المناطق وتكثر فرص العمل؟ سؤال حملناه أولا إلى المواطن. لبنان بيحمل يكون في أكثر من مطار أو بزيادة مطار واحد؟ يعني مطار واحد ماشي الحال، لأنه عندنا مطارنا نحن معد لحوالي 6 ملايين راكب بالسنة. إذا ما في إمكانية تطوير له بصير في بحث بمطار آخر. كل لبنان ما بيطلع قد مزرعة، شو بدك كم مطار بدك تحطي فيه؟ المفروض يفتحوا المطارات اللي موجودة بالشمال وبالبقاع، بس مشان لأنه عم بياخذوا 4-5 ساعات ليوصلوا من الشمال عكار لمطار بيروت، والسواح بس يوصلوا على المطار بدهم يشتروا من المحلات اللي بتفتح جديد بتنمى المنطقة وبيزيدوا نسب الموظفين. في دولة دعم المطارات بعد؟ ما حدا يعمل مطارات. مطار؟ صور يمكن يحمل بعد مطار. والسؤال نفسه توجهنا به إلى وزير السياحة فادي عبود الذي أثنى على ضرورة وجود مطار آخر، ولكن هذا موضوع أبدا منه مقبول. أنا كوزير سياحة بقول لك نعم نحن بحاجة أقله لثلاث مطارات. المطارات موجودة، في حرف بيقولوا انه مثلا الجيش ما بيقبل انه يستعمل المطار مدنيا، مش صحيح ابدا هذا الموضوع. مطار الشمال نزل بالبيان الوزاري، نذكر نحن انه المسافه من سهل البقاع لنقول من رياض على بيروت قد ما هي على الشام، وبعدين يمكن بتقدر يعني يوصل على مطار رياض ويكون بعمان خلال ساعتين. فبالتالي نحن كمان في عنا بزنس لازم نوعى ونعرف، وما كل الفرص نضيعها. نحن اليوم الوحيدين المؤهلين انه يكون عندنا طيران اقليمي بكل ما في الكلمه من معنى. واذا ما قام مجلس الوزراء بيسلم هالموضوع لوزاره السياحه ان شاء الله بنقدر نشوف خلال سنه مطارات اثنين عم بيشتغلوا بلبنان. يعني المشكله حتى اليوم لا بايجاد الارض ولا بايجاد التمويل، مشكله بربما استهتار. حتما ما بدنا تمويل ولا قرش من الدوله. وإذا كان صحيح أن أي من الأحزاب والتيارات السياسية لا يعارض فكرة وجود مطار آخر، فلماذا لا تتم ترجمة هذه الأفكار إلى واقع ملموس؟ أم أن شبح الحرب يعود إلى بعض النفوس فتخشى من إنشاء مطار قد يصبح البديل عن مطار بيروت عندما تقفل طرقاته لمآرب سياسية، وعندما يتحول إلى فزاعة يستخدمها بعضهم لممارسة ضغوط سياسية معينة؟ هل صحيح أن هناك استهتار بطريقة التعاطي مع إقامة مطارات أخرى في لبنان؟ أم هناك نيات مبيتة عند البعض وربما لا نية عند البعض الآخر في إقامة مطارات أخرى، فيبقى مطار بيروت اللاعب الأبرز على الساحة السياسية وورقة ضغط بأيدي البعض؟ برنا نعم شديد MTV.